يطل عبد الفتاح السيسي على جيرانه بتحية عسكرية، يلوح بالمزيد من التورط في الحرب الليبية المعقدة، ويضيف جبهة جديدة للمحروسة. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. يقرر السيسي رسم خطوط حمراء أمام التدخل التركي، متسلحاً بحشد من أبناء القبائل الليبية وحشود غفيرة على الجبهة الافتراضية، تؤكد قدرة مصر على كبح جموح تركيا، أو بالمصر الدارج السيسي حيشنتح أردوغان. ثلاث كلمات تحولت لوسم أطلق من حساب مصري يقول إنه من الإسكندرية. غزا الوسم تويتر لثلاثة أيام تمجيداً لخطاب السيسي الأخير، وتصدر القائمة الأكثر تداولاً في بلده الأم ودول عربية أهمها السعودية والإمارات بآلاف التغريدات والتفاعلات وإعادة التغريد، في مشهد يوحي بوقوع الحرب وجماهيرية لا يمكن قياسها تضع السيسي في خانة النجوم. لم يخلو الوسم من وجوه تعرفها الساحة الافتراضية كمنذر آل الشيخ. يتغازل الأخير بالسيسي الذي وضع تركيا في حجمها الطبيعي، وهناك من تذرع بالعروبة سعياً خلف كبسة الإعجاب، وآخرون دخلوا على خط الوسم مستسلمين لجيش تويتر متيقنين أن الحرب خاسرة هنا فقط. الوسم لم يعرف اليتم، وتصدر لائحة وسوم عديدة شقت طريقها بين صفوف المغردين المهللين للسيسي، قبل أن يخرق وسم ليبيا أكبر من السيسي ضجيج تويتر ويشعل الحرب أكثر افتراضياً. قاد عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الاستشاري في حكومة الوفاق الحرب في أعنف هجوم ليبي ضد السيسي. كلمة السيسي أمام حشد من جيشه على مقربة من الحدود قرع لطبول الحرب. مصر تدخلت طيلة أربع سنوات، نكرها وادعى حرصه على أمن ليبيا، أمن ليبيا في خطر منذ إصراركم على تقويض الديمقراطية وتنصيب عسكري رفضنا سيده وأسقطناه. ارفعوا أيديكم عنا ولا تكرروا مأساتكم في اليمن. رفض التدخل المصري شعار رفعه ليبيون احتراماً للجيرة بين البلدين وحقنا للدماء، قبل أن يترجم على الأرض خوفاً لا بد منه من تحول حرب الوسوم المستعرة إلى واقع لا مفر منه، يغرق القاهرة في مستنقع الحرب الليبية.